انا اكثر من مره نشرت فيديو مع اخوي ابراهيم. ابراهيم اهلا، اهلا فيك. اليوم سوين احنا شو وحركات اكيد مايكروفون موبايلي رعايه موبايلي طبعا. اي نوع موبايلك؟ سامسونج؟ هواوي. هواوي القلب. لا الحين هواوي يكلمونا نسوي لهم دعايه. اكيد اكيد. يلا سوي اعلان ولا ما تسوي اعلان؟ اوكي، فانا قررت اعرفكم مين ابراهيم. انتوا تشوفوه في الفيديوهات، ينزل فيديوهات عن الامل وكيف تحقق اهدافك وكيف تكون قوي. بس ابراهيم مين؟ مين ابراهيم؟ اليوم ايمان تعرفكم على ابراهيم، صح؟ اكيد. اوكي ابراهيم، انت شو اسمك؟ ابراهيم. ابراهيم. كم عمرك؟ من وين انت؟ عمري 29 سنة. العمر كله وفلسطين، من فلسطين. والنعم فيك ابراهيم. نعم. انت وين كبرت؟ كبرت في الامارات، بدار زايد الخير الله يرحمه ابونا زايد. ما شاء الله، يعني حياتك كلها في الامارات، درست في الامارات وترعرعت في الامارات. نعم درست كل شيء، درست مدرستي وجامعتي الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله عليك. شو درست في الجامعه او شو تدرس؟ اداره اعمال اخر سمستر ان شاء الله، فاينانس سموز. ما شاء الله كفو عليك ابراهيم. شو هواياتك؟ هوايتي ركوب الخيل، الجيم، رياضه، كينج بوكسينج، ام ام اي، ستريت فايت. وهل تمارس الجيم كل يوم؟ اشوفك ما شاء الله عندك في السوشيال ميديا مصدر الهام للناس. لاني عندي مقوله في الحياه، لا ياس مع الحياه ولا حياه مع الياس. في فرق بين كلمتين طموح واحلام. لو الحين خبرتك ابراهيم انت عندك فرصه تحقيق حلم من احلامك، شو هالحلم؟ الحلم اني اكون مهندس طيران او طيران نفسه. وانا بتمنى من الله عز وجل ان الله يشفيني ويحقق لي حلمي ان شاء الله. يا ان شاء الله باذن الله، مع الله لا مستحيل. طبعا. وعسى ان تكون شيء ما هو خير لكم، وعسى ان تكون شيئا هو شر لكم، والله اعلم وانتم لا تعلمون. صح. في الدنيا ابتلاءات. الحمد لله. الحمد لله. عليك الحمد لله. ما شاء الله عليك ابراهيم. الحمد لله. عندك إرادة فولادية ما شاء الله عليك. اللهم لك الحمد، كن مع الله ولا تبالي. ابراهيم، وحين شو طموحك؟ اليوم انا طايحة عليك بالأسئلة. طموحي يعني هدفي. طموحك يعني الشيء اللي تبى تحققه في حياتك وتوصل له في حياتك. أساعد الفقراء والمحتاجين، وإنه طموحي إني أوصل رسالتي للناس إنه ما في أسماء الحياة ولا حياة مع الناس. من قوي الحياة لا تقوى الضعفاء. إبراهيم أنت قوي، أنت قوي ما شاء الله عليك، أنت قوي بدنيا كما نرى، وقوي قلبا وروحيا ما شاء الله عليك. إيمانك وقلبك أنت قوي. تعرف ليش؟ ليش؟ لأني أنا دائما بذكر الله. صلاتي ما أنا ما بترك صلاتي، الخمس صلوات كلها بوقتها، ما شاء الله. قراءة القرآن، أذكار المساء والصباح. لما تكوني على اليقين أن رب العباد أنه راح يخيب ظنك ما راح يخيب ظنك. صح. كل مع الله ولك ذلك. اللهم لك الحمد والشكر على ما أعطاني ربي. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. السموحة قاعد بعمل شيء. لا لا عادي ابراهيم، خذ راحتك ولو. مو بإيدي والله. عادي عادي ابراهيم، خذ راحتك. الله يخليك يا رب. في عندي سؤال حساس. أنا متأسفة على السؤال. العطسة. يا أخي تعاكي. يوم مرة. لا بنزل العطسة مالا بعد أسوي له تاج. أنا عندي سؤال حساس، أنا مستحية أني أسألك لأنه لربما لا تريد أنك تجاوب على هالسؤال. سؤالي هو مرضك ما هو؟ شو عندك؟ احكي لنا عنه. أنا عندي مرض الأعصاب الحمد لله. الحمد لله على كل حال. أنا في بطن أمي كان في الحبل السري، كان ما يصل إشارة الهواء حق المخ. يوم شدوني الحبل السري مو براضي يوصل، كان مربوط بقوة عشان هيك. وبعد مرور الوقت أنا كان عمري من سنة
امي تلاحظ علي اني انا ما بمشي. لما اقعد ما بعرف اقعد عدل، من كان من 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 السنه الاولى يحديت 5 سنين الى اصطدي، ومن 5 سنين يحديت 15 سنة كل علاج طبيعي. لحتى الآن ما يأست، حاولت سويت المستحيل أقدر عليه أكون الناس ودكتور. وأنا متذكر الدكتور شو حكالي، يشهد الله علي، إن كان عمري 8 سنين حتى أنا متذكر ما شاء الله شو قال. حكالي أنت ما حتقدر تمشي، وأنا تحديت المستحيل مشيت ورجعت له بعد تقريبا 8 سنوات. ما شاء الله. قلت له يا دكتور تتذكر انت اخر مره ما حسيت؟ قال لي انا عارفك. قلت له يا دكتور تتذكر انت اخر مره انت اخر مره حبطت معنوياتي، بس انا قدرت المستحيل. وين قدامك وقفت راوينا سويت سويت المستحيل. ما شاء الله عليك ابراهيم، ما شاء الله عليك. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله عليك. إبراهيم أنا سؤالي الحين متعلق في هالسؤال اللي هو هل له علاج؟ وإذا له علاج وين مكان علاجه؟ أول إشي علاج في ألمانيا، ثاني إشي لو أنا بدي أسوي عملية، عملية نسبة قليلة لو بدي أسويها مثلا، نسبة النجاح 10%، يعني حتى لو العملية في المخ لو بدي أسويها قليلة، حياة أو موت. ليش؟ ليش؟ لأنه حيفتحوا المخ، حتى لو السنتيمتر الإبرة لو تحرك السنتيمتر كثير من المخ. الحمد لله عادت متعودت. إن شاء الله مثل ما قلت لك تفتح عينك يوم من الأيام وتكون معافى وتتصل لي إيمان. وينك؟ تعالي أسوي لك سربرايز إن شاء الله بإذن الله يا رب. والله حلم حياتي صراحة. إن شاء الله ترى الحلم ما بصعبها وما في شيء مستحيل، والله ما في شيء مستحيل. الحمد لله الحمد لله. السؤال التالي حيكون وايد صعب، وايد 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 صعب. أمزح أمزح. السؤال هو مين قدوتك في الحياة؟ أول حاجة قدوتي بالحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. والثاني شيوخ الإمارات، الله يطول بأعمارهم يا رب. آمين يا رب العالمين. الحين صدق السؤال حيكون صعب. تكلم؟ أكيد. أوكي. هل عندك فوبيا؟ شو الفوبيا أو شو الشيء اللي إبراهيم يخاف منه؟ تعرف من شو؟ من الصراصير. صراصير؟ صراصير؟ آه. من الصراصير. يعني إحنا لو أنت تشوف صرصور، لو في صرصور يطوف عليك، شو يستوي فيك؟ أورب قرد بالأورب أسرد. أسرد. والله أعطيك اسمعي. مش غير امشي طبيب. عندي فوبيا من الصراصير. وعندي خلاص نروح نشوف لك صرصور. لا عليك ما صدقتي اروح اشوف لك صرصور وانا صراصير. عندي فوبيا من البسس. القطط؟ ليش؟ ما بعرف، بس عندي حكه مش طبيعيه زي لكني مش متحمم البسس. لا لحظه، حساسيه حكه ولا فوبيا؟ فوبيا فوبيا فوبيا. اوكي. متابعيني أعزائي، أنا اليوم قررت أسوي هالتحدي بيني
وبين إبراهيم أنه راح أخليه يتخطى هالفوبيا ضد القطاو القطاو ضد القطاو. أنا قابل. راح أخليك تغير رأيك تجاه القطاو، لأن هالحيوانات مثلهم ما في عندهم إحساس غير إحساس مريح، إحساس بالصفاء. خلاص الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله راح نوريهم أنك تخطيت فوبيا القطاو. الحين سؤالي لك يعني لي أنا الكثير. السؤال اللي راح أسأله لك أنا يعني لي إحساسي كله. الدراجة، هل تحب الدراجات؟ أعشقها أموت فيها والله. شو الإحساس اللي يجيك لما تسمع صوت الدراجة أو لما الدراجة تطف من عدالك؟ أنت شو تحس؟ بروعة. بقول لي يا سمعني يا ابن عم اطربني اطربني حبتني للحلوين. والله مش طبيعي. شو الله يوصف لو بدي احكي كلام مش غير احكي هون بالليل ما شاء الله. الله يخليك دوم مبتسم. اذا شي خاص دوم اطرب. لا ما ينفع، بس لما الاماكن اللي ما فيها سكانيه عسب الناس ما نزعجهم وشي. دراجتك ما شاء الله، كلمنا عنها. بدي احكي لك لما احكي لك. اول ما اخذتها ضربني موسى، انا مش عارف من كيف ضربني. طحت من الدراجة؟ كم من مرة طحت؟ يمكن تقريبا فوق 8 مرات. وجبت هلمت، شوفي وين الهلمت مالك. لحظة انا بيبة. لانه عن جد من كثر تفضلي اي هلمت تبعي. ما شاء الله، لأنه بطيح كتير ما شاء الله. لقيت لك السرعة مش طبيعية. شو السرعة اللي توصلها بدراجتك؟ 70. ما شاء الله. سرعتها 70 مش طبيعية. بس لازم تدير بالك على عمرك، ها؟ إذا توصل 70 لازم لك سيفتي. وين السيفتي؟ ها؟ هذا المرة الشرطة تحكي لي وين السيفتي ما سيفت. ها أريد أنت طحت فيها؟ كيف طحت؟ مخدوشة طايح. راعي دراجة من صدق، ترى ما في راعي دراجة ما طاح. أنا ياسا أنقع في الكلام عادي. يلا عادي، ترى أنا ضد الصدمات. صبع الوقت ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله عليك، بعيد الشر عنك. الله أبعد. البسها روينك كيف؟ بس زين حق السيفتي والله. زين سويت. اوكي. في حد داخل؟ اي بحكي هنا. استنى الكاميرا نسيت. ها ابراهيم، خلصنا من الخوذه. انا المره الجايه راح اشوف الخوذه اذا فيها خدوش وتصلخات، وان شاء الله ما يكون فيه. صدق دير بالك على عمرك ويبالك سيفتي. ادري انا اخر واحدة تتكلم على السيفتي اللي ما البس سيفتي، بس ان شاء الله البس سيفتي. انا بعد ان شاء الله انا وانت نلبس سيفتي ان شاء الله. نرد الخوذة مكانها. ما شاء الله عندك دبة كبيرة اكبر من دبة دراجتي. ابراهيم، وصلنا لاخر سؤال في الفيديو. انا اسفة اليوم وايد ازعجتك في الاسئلة يمكن. السؤال هو إذا حبيت أنك توصل رسالة للمتابعين أو تعطيهم نصيحة، أو حبيت أنك تفضي قلبك للمتابعين، أو في شيء في خاطرك. أنا حبيت أشكر المتابعين الكرام على متابعتهم اللي على خوفهم علي، على إحساسهم فيني أنا. لأنه أعود بالله من كلمة أنا غير أوصل فضل من الله وفضل من متابعيني، غير أحقق حلمي، غير أسوي المستحيل، غير أوصل حلمي. وانتوا يا جماعة الخير، انتوا ناس تدعموني وأشكركم من أعماق قلبي. صح إني ما شفت حدا، بس أحبكم في الله ويشهد الله عليك. محبة الناس نعمة. النعم بالله. إذا الله بحب عبده بالتليه وبحبب في خلق الله. الحمد لله. الحمد لله.
إبراهيم أنا أشكرك على وقتك وأشكرك على أنك شليت هالحيط بينك وبين المتابعين، خليتهم يعرفوا مين إبراهيم، وبعد أشكرك أنك قبلت التحدي مالي حق القطوة. الفيديو الجاي ترقبوه قريبا. باي. أكشن. وين السيارة الكتكوتة؟ أنا بالضبط في الموضوع.